شهدت مواقع التواصل الاجتماعي تظاهرة حب وتفاؤل وخير بذكرى مولد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، واللي صادف اليوم 11 مارس، داعين الله أن يمد في عمره بموفور الصحة والعافية. أكيد ياسين، سمات شخصية قيادية يتمتع بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، بالإضافة إلى سمات قيادية جعلت منه قائدا استثنائيا جمع على حب أبناء وطنه وكل من يقيم على أرض دولتنا الحبيبة. نتحدث اليوم عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد مع الدكتور طلال الجنيبي، أستاذ جامعي وخبير دولي في السلوك التنظيمي. حياك الله دكتور. مساك الله بالخير. مساء النور والسرور، مساءكم قادة بحجم الكون، مساء هذا اليوم الذي نسعد فيه بالحديث عن يوم ميلاد سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بن سلطان حفظه الله ورعاه. شكرا لك دكتور. ولي عهد أبوظبي محط اهتمام العالم لما يتمتع به من سمات قيادية وإنسانية أيضا، هكذا بعد كتبت إحدى الصحف العالمية، ليش كل هذا الاهتمام؟ الاهتمام ينبع من السؤال، من صيغة السؤال التي طرحتها. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بن سلطان آل نهيان، هذا القائد الاستثنائي الذي يتميز بسمات مختلفة تجعل منه قامة وقيمة، متى ما نظرنا إلى مواقفها وتفاعلها مع الأحداث فإنها تقدم لنا مع كل موقف درسا مختلفا في كيفية التعامل مع كل موقف. كل موقف وكل درس وكل يوم يمر علينا ندرك من خلالها مدى النعمة التي حبينا بها بوجود قائد ذو بصيرة نافذة وذو رؤية تتشكل مع الوقت وتثبت لنا أن هذه الرؤية النافذة التي اكتسبها سموه من تجاربه ورؤاه وتدرجه عبر مسؤولياته الكبيرة الجسيمة التي وصل معها إلى مرحلة أصبح فيها يقدم لنا مع كل موقف ومع كل وقفة درسا جديدا في كيفية التعامل مع الأحداث. لا يتمكن من هذه الدروس إلا شخصية بهذه السمات والصفات التي تتجسم وتتجسد في القائد الملهم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بن سلطان حفظ الله ورعاه. أكيد. إلى أي مدى لعبت النشأة في كنف الشيخ زايد طيب الله ثراه وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في تشكيل شخصية سموه؟ بكل تأكيد حينما يكون والداك بحجم القائد المؤسس والد الأمة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان طيب الله ثراه، ويكفيك أن تقول زايد، وتقول العرب في العادة لكل من اسمه نصيب، وهو زايد في كل شيء، يزيد عن الجميع في كل شيء، في الخلق وفي الحكمة وفي الصبر وفي كل ما نريد أن نتحدث عنه. فإذا كان والدك هذا الزايد الذي يزيد في كل شيء، وإذا كانت والدتك حفظ الله ورعاها أم الإمارات سمو الشيخ فاطمة بنت مبارك حفظ الله ورعاها بكل ما تتسم به من مواقف إنسانية ومواقف على كافة الأصعدة، فإنك تنظر إلى هذا الرمز الكبير الذي نهل من والديه وأخذ من كليهما هذه السمات والصفات والأخلاق وتعلم منهما وجاء من هذه المدرسة التي أعطته من ناحية الوالد المغفور له بإذن الله تعالى ومن ناحية الوالدة حفظ الله ورعاها، فأصبح اليوم هذا الرمز الماثل أمامنا. الوالدان بلا أدنى شك هما المدرسة الأولى التي يتأسس عليها الإنسان ويغرسان في الإبن القيم والأخلاق والمبادئ، ومن هنا تأتي التربية لتنتج لنا هذه النماذج الاستثنائية. فإذا كان من ربى بقامة زايد بن سلطان فاطمة بن مبارك حفظها الله ورعاها ورحم الله والدنا المؤسس، فإن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بن سلطان نتاج
طبيعي وثمرة يانعة طيبة لهذا الغرس المبارك الذي وضعه صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان رحمه الله فعلا. ورأيناه اليوم متمثلا في هذا القائد والقدوة فعلا. نعم دكتور طلال، وين تبرز سمات القائد في شخصية الشيخ محمد بن زايد؟ سمات القائد تتجلى بشكل واضح في التفاعل مع الأحداث بمعزل عن المواقف الأخرى، وهذه هي السمات القيادية الظاهرة الواضحة. كثير من القادة في العادة يذهبون إلى اتباع مواقف المحيط والمواقف التي تأخذها الدول الأكبر حجماً أو الأكبر تأثيراً لنقل أو الأكثر تاريخاً، حتى تكون في أمان ومأمن من التبعات وكثير من الأمور التي تؤخذ في الاعتبار. ولكن في حالة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد فإنه يتعامل مع كل موقف بمعزل عن المواقف الأخرى، بالضرورة قد تتفق مع المواقف في الدول الشقيقة والمحيطة وقد تختلف معها بناء على ما تقتضيه المصلحة، وتحمل مسؤولية هذا الاختلاف أو الاتفاق والمضي برأي منفرد نوعا ما يؤخذ فيه مصلحة الوطن ورؤية المصلحة العامة، وما لا يقدر عليها إلا قائد يحمل سمات قيادية يتحمل من خلالها مسؤولية اتخاذ هذه القرارات الجسيمة وتبعاتها، وهي سمة لا تتأتى إلا للقلائل. والحمد لله أن حبانا هذا الرمز الذي يحمل هذه الصفات القيادية الملهمة التي نجني ثمارها اليوم في وطننا العزيز. فعلا قيادتنا الرشيدة تتبع نهج التسامح والإنسانية، شو أهمية السير على هذا النهج؟ التسامح والإنسانية هو السبيل الأوحد اليوم للمرور عبر هذا العالم الذي يعيش مخاضا ويعيش الحروب والنزاعات وكثير من المواقف التي ترينا أننا نحتاج أن نعود إلى إنسانيتنا حتى نتمكن من أن نتعامل مع عالم مختلف في أديانه، في أعراقه، في تاريخه. متى ما أردنا أن نتعامل مع الآخر لابد أن نحتفظ بكل تأكيد باحترامنا لقيمنا، لأخلاقنا، لديننا، لمبادئنا، لثقافتنا العربية الإسلامية، وفي نفس الوقت نمضي ونتعامل مع الآخرين بقيم الإنسانية والتسامح التي تنبع أساساً من قيمنا العربية والإسلامية. وهذا المنهج وهذا المبدأ هو المنهج الذي تسير عليه دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادتها الحكيمة، التي رأت أن تجعل من الإنسانية والتسامح، وأفردت للتسامح وزارة مميزة وجعلتها رسالة وجعلتها عنواناً وشعاراً وجعلت لها عاماً رسخت من خلاله هذه القيمة. فقيمة الإنسانية والتسامح هي اللغة التي نحتاج أن نتحدث بها اليوم حتى نتمكن من مخاطبة العالم ونيل فرصة الاقتراب الآمن ممن يختلفون معك في كثير من الجوانب، ولا يتأتى هذا إلا باستخدام المنطقة المشتركة التي هي الإنسانية والتسامح وتقبل الآخر. نعم دكتور، شو أهمية فكر ورؤية سموه في تنشيط عملية التنمية في إمارة أبوظبي والإمارات بالعموم؟ اليوم من ينظر إلى إمارة أبوظبي العاصمة تلك الدرة المزدانة بكل جمال التي كل من قدم إليها ونظر إلى ما احتوت من رموز ثقافية وعمرانية وفعاليات وأحدث ما يمكن أن يتخيل الإنسان
من سافر كثيرا وتنقل يدرك تمام الإدراك أننا نعيش في وطن يحمل كثير من السمات والصفات فيما يتعلق في البنية التحتية والبناء والمعمار والطرازات الحديثة والخدمات التي لا تتوفر عليها أحدث وأرقى دول العالم. وهذا ما نراه ونلمسه اليوم في إمارة أبو ظبي. وأنا يعني حينما نتحدث عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد وما قدمه في هذا الإطار، يعني أحيانا نتحدث بلغة لا يقدر عليها إلا الشعراء. فإذا ما أردنا أن نقول محمد بن زايد فنقول، إذا قلنا نقول ميم محمد بن زايد، مهما يكن دربا فأنت الدرب وطريقنا حتى يخاض الصعب. حاء حر الحروف إذا ذكرت ذكرت تلعثمت، ماذا يؤجج ذذوة لا تخبو. ميم ماذا تركت أيا عطاء أنسى بقا يجري كريح والبرايا تحبو دال. دع كل ما يصل الكلام لوصفه فشعورنا نبض تلاه الحب بل أنما دوما نراه بحقكم بعض القليل فأنت أصل خصب نون. نهدي أبا خالد تحايانا فكم جهرت مشاعرنا بوجد يصبو را زنتم ومن باب الوفاء لفضلكم. قائدا امضي كسيف والضمان الشعب يا أيها الشيخ الذي صنع العلا، نحن الجنود وفي الرخاء الصحب دال، دمنا فداء بلاد مجد يعتلي فيها الشموخ فأنت القلب. هذه أبياتي أقدمها بتطريق دكتور رائع صاحب السمو محمد بن زايد في هذا اليوم المبارك، إهداء متواضع تعبيرا عن مشاعرنا تجاه القائد والقدوة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في يوم ميلاده، وجعلتها بحروف اسمه وطرستها بالشعر، وهي كرد على ماذا قدم سموه تنويا لوطنه. نعم. وهي مشاعرنا تجاهها، مشاعرنا جميعا هذه، يعني أنت عبرتها ربما في أبيات جميلة وبسيطة شعرية رائعة جدا، يعطيك العافية عليها. نتحدث أكثر عن الخصائص الخارجية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد. اليوم يقدم لنا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بعلاقاته الواسعة وتأثيره في مراكز صنع القرار العالمي، حينما نشاهد أن كثير من قادة العالم في مواقع القوى المؤثرة حينما يتواصلون مع القائد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، شخصية القائد دائما ما يذكرون أنه الشخص الذي يلجؤون إليه في المشورة وفي التعامل، نظرا لما يحمله سموه من رؤى ومن قدرات على قراءة المحيط. وندر أن يمر علينا حدث من الأحداث الكبرى إلا ونرى للإمارات موقفا وفعلا يؤكد لنا أن أصبحنا اليوم في قلب الحدث. هذه الدولة التي إذا ما نظرنا إليها جغرافيا فإنها ليست بذاك الحجم الكبير، ولكنها في التأثير الدولي وفي المحافل العالمية أصبحت اليوم دولة مؤثرة ودولة يحسب لها ألف حساب ويتعامل معها على كثير من الحسابات والأسس التي لم تكن لتكن لولا قيادتها الحكيمة المتمثلة في الوالد القائد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حفظه الله، وفي نائبه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم حاكم دبي، وفي رؤية ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الذي رسم ملامح هذه السياسة الخارجية وقاد ونفذها صاحب السمو الشيخ
الحسن بن زايد بمعية أخيه صاحب السمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وهي رؤى خارجية مكنت دولة الإمارات من أن تكون صاحبة أقوى جواز سفر. اليوم نحن الدولة التي نستطيع أن نسافر بجواز سفرها إلى أكثر عدد من دول العالم، وفي هذا رسالة ضمنية على أن السياسة الخارجية لهذه الدولة وهذا الانفتاح جعل من دولة الإمارات ومن مواطنيها جعلهم مرحب بهم في كل مكان يذهبون إليه. ولعل في هذه الرسالة دلالة واضحة وتأكيدا على أن السياسة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة نموذجا يحتذى به وينظر إليه بعين الفخر والإجلال والتقدير لما قدمته للوطن وللمواطنين. طبعا كل الشكر دكتور طلال الجنيبي، ما شاء الله عليك.